بسم الله الحي القيوم الذي لا تدركه الأوهام ولا الظنون، هو الذي أرسل الشحاب المشحون فأنبت به الثمار من يابس الغصون، وخلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانك اللهم أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد، يا حي يا قيوم أنت المرتجى، وإلى علاك على الجبين الساجد. أيها الإخوة الكرام، لنا في فناء الخلق أكبر عبرة، لمن كان في بحر الحقيقة راقي. شخوص وأشكال تمر وتنقضي، فتفنى جميعا والمهيمن باقي. سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح، بين عيني كل حي علم الموت يلوح. كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. أيها الإخوة الكرام، جئتم حضراتكم لهذا المكان مشاركين للوالد الحاج محمد محمود أبي عمر والد الراحلة، والتي وافتها المنية في هذا اليوم الطيب المبارك غرة شهر شعبان. فاللهم يا رب ببركة هذا اليوم الطيب المبارك في هذا الشهر الطيب المبارك، تغمد الراحلة بواسع رحمتك يا رب العالمين، واجعلها يا ربي مع الحور العين. وأسألك يا ربي أن تلهم الوالد والوالدة وجميع العائلة الصبر والسلوان على فراق الراحلة. أيها الإخوة الكرام، منصة التلاوة من خلفي تتجمل وتتزين لاستقبال علم من أعلام قراء القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي، والذي نسعد به دائما في المحافل الدولية. لما لا، هو خير سفير الإذاعة المصرية في العالم الإسلامي، والمقيم بكفر أباظة مركز الزقازيق، فضيلة القارئ والوالد، فضيلة القارئ الشيخ السيد محمد علي راشد، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس فمن زحزح عن النار و
فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهوره ولا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم لا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماء والأرض والله على كل شيء قدير
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ولله ملك السماء والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار في الليل والنهار
وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا
صدق الله العظيم. ربنا ولا تخزنا يوم القيامة. ولا تخزنا يوم القيامة. ولا فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم أنني لا أضيع عمل عامل عمل عامل عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من وقاتلوا وقتلوا
الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا رب كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم فالمرجع والمآل والكل إليك عرب وعجب إلهي ليس لي عمل يصلح للعرض عليك إن ذل قدم فاغفر إلهي أنت الكريم وأنت المتفضل بالنعم عشنا مع حضرتكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد محمد علي راشد والمقيم بكفر أباظة باسم الوالد الحاج محمد محمود أبي عمر وشقيقه الحاج سعيد وجميع الأشقاء نيابة عن جميع أفراد الأسرة والعائلة بخالص الشكر لكل من أتى لهذا المكان مشاركا في واجب العزاء شاكرا واجب العزاء لسيادة المحاسب ممدوح عمارة وأيضا سيادة العميد فتحي خطاب الذي حضر نائبا عن سيادة اللواء محمد هاني أباظة عضو مجلس النواب وأيضا شاكرا واجب العزاء لسيادة المحاسب الأستاذ كرم أمورة وحضراتكم جميعا كل أحد باسمه فأنتم رجال أفاضل أماجد لكم جزيل الشكر والعرفان نقلنا لحضراتكم هذه التلاوة عبر أسير الاستوديو الإذاعي والأنوار الفضية لصاحبها
الحاج صبحي أبو مهدي وأولاده والمكب من شاص البصل. شاكر الأخ الكريم من قام الصرادق المقب الخارج مخازن فراشة ناجي أبو جليلة والمكب من شاص. أيها الإخوة الكرام، نشكر صاحب استوديو التصوير التلفزيوني المتميز على مواقع الإنترنت واليوتيوب مهندس ناصر صلاح والمقيم بالزقازيق. أيها الإخوة الكرام، شاكرا أيضا لمن قام بتقديم واجب الضيافة الأخ الكريم محمد النينا والمقيم من شاص البصل. شكر الله سعيكم جميعا.